يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية. يأتي هذا مع استمرار غلق بوابة المعبر من الجانب الفلسطيني وتوقف حركة الأفراد والمساعدات. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. إليك محمود. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نجدد الترحيب بحضراتكم من أمام بوابة معبر رفح البري. التطورات لازالت جارية وتدخل في حدة الصراع من الجانب الآخر مع استمرار الغارات الإسرائيلية وأيضا القصف المستمر على مدينة رفح الفلسطينية من الناحيتين الشرقية والغربية. ربما يعني الزوارق البحرية الإسرائيلية اليوم يعني تشن الضربات على الناحية الغربية من مدينة رفح الفلسطينية. في كل هذا التصعيد المستمر على الجانب الآخر، هناك إدانات دولية كبيرة لهذا الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية، حيث يعني أطباء بلا حدود اليوم أكدوا على أن أي هجوم في مدينة رفح الفلسطينية سيخلف كارثة إنسانية على أكثر من مليون شخص وسيؤدي إلى تفاقم أضرار النظام الصحي الموجود هناك، لأنكم تعلمون أن هناك عدد كبير من المستشفيات خرجت عن الخدمة، وأيضا القصف المستمر اليوم أدى إلى خروج بعض المستشفيات الأخرى عن الخدمة. أيضا الخارجية الروسية يعني أكدت على أن أي هجوم أو عملية عسكرية في مدينة رفح سيصعد من عملية الصراع المتواجد على الجانب الآخر وسيخلف أيضا كارثة إنسانية، وهذا ما كانت يعني تحذر منه مصر دائما من حدة الصراع على الجانب الآخر. لذلك مصر لازالت تواصل الجهود الدبلوماسية والسياسية للوصول لوقف إطلاق النار من خلال التواصل مع الوفود المختلفة المتواجدة في القاهرة للوصول لوقف إطلاق النار. فيما يتعلق أيضا بحركة المساعدات، لم تدخل أي مساعدات حتى اليوم وحتى هذه اللحظة، وأيضا على الرغم من التصريح بفتح كرم أبو سالم، لكن وكالة الأنباء الفلسطينية أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعاد غلق منفذ كرم أبو سالم، لكن حتى هذه اللحظة هناك توقف تام لحركة المساعدات وأيضا عبور الأفراد، لكن بوابة معبر رفح من الجانب المصري لازالت تعمل حتى هذه اللحظة بكامل طاقتها مع وجود أيضا شاحنات المساعدات أمام معبر رفح وأيضا في مدينة العريش. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البري، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.